وبهذا الأداء الجميل هنا نحييكم هذه الانطلاقة التي أمامكم، انطلاقة الشوط الثامن على التوالي، الشوط الخاص بالبكار المعجنات الأصايل هنا الجذاع. مشاهدينا هنا من ميدان الشعب بأمارة أم القوين ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. مهرجان حظي بدعم كبير، مهرجان حظي بإشعارات وبأداء متميز. هنا لقطة كبيرة من مخرجنا الهواري عبر قناة ياس لكل هذه الإشعارات التي تثبت نجاح هذا المهرجان. ما شاء الله من داخل الدولة وخارج الدولة يتوافدون هنا مشاهدينا على هذا المهرجان الكبير والجائزة السيارة الفخمة الكبيرة. نتقدم وياكم إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول حيث الصدارة حيث التقدم. شوفوا التي تقدمت الآن من البداية، أرى شعار هناك بن حاذة ومن الجانب الآخر أيضا محمد بن علي الحميدي المنصوري أو دمع المبارك 63 مبارك بن ساري بن علي المنصوري. من الجانب الآخر الدخول ممتاز للغاية، بينما من الجانب الدوني التدخل الآخر من أيضا شعار أيضا راشد بن سالم بن مطر بن حازة. هنا عون عون والاسم الشعري والاسم الذي يأتي أيضا مشاهد الأعزاء من الشاعر. هناك أيضا أداء جميل في الكلمات التي ينظمها رعم طيلة. المركز اللي قادم هناك الدخول هناك التسلل بالمركز الثالث الوصول. ما شاء الله شوف اللي وصلت الآن، هناك الجذابة لجابر بن دغيم الهاجري الذي وصل وتسلل من العمق تماما. الدور اللي قادم أرى الجبهوني اللي قادم من عمق الميدان ليتسلل مع هنا الأداء القادم القوي في هذه الأمسية الجميلة. المركز اللي قادم عندك الجبهوني الوصول ما شاء الله على الشوط وعلى الأداء. المركز حربة للخير بن محمد الجبهوني الظاهري ظهرة الطيارة الآلي. وهنا دخول آخر ما شاء الله شعار بالعضالي مشاهدينا ليتواجد كذلك هو الآخر مشاهدينا بالمركز الخامس والمركز السادس التي وصلت الظبي لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. وصل أيضا شعاره بقوة وهنا أيضا وصول بالرقم 91. الله الواصلة وصل خلف بن سهيل بن براك المزروعي وهنا وصول آخر أيضا من شعار البطين. الله سالم سالم بن عبد الله بن علي البطين المري مع اليازي وصل بيتوره في المركز التاسع. العاشر العاشر هناك الدخول هناك التسلل. حربة وصلت لمحمد بن حمد بن جار الله يا السلام المري وصل مع حربة وعاشر المراكز 45 أداها جميل. وصلت هوايل لتكون مع سالم بن رصاص بن سالم العامري والأسامي. ويا أخوي يا مخرجنا الهواري أعطني بعد العشرة وبعد العشرين والثلاثين وحتى دخولك في 190. ما شاء الله شوف الشوط شوف الأداء شوف التسللات وشوف أيضا هنا هذه اللقطة الجوية التي يأتي بها الهواري لتكون مع قناة ياس. نعود مع المركز الأول وبالفعل ما هنا وصلت كما ذكرناها مشورة خلف بن سهيل بن براك المزروعي وصلت الواصل
الله. ركز يا بن براك، والبطين من عمق الميدان يتبطن أبناء عجائب الله. هناك وصول مع البطين، هناك الجازي لسالم بن عبد الله بن علي البطين. وصل بالرشيد، وصل بالرشيد، والكل في هذا اليوم سعيد. الله الظبي لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. وصل أيضا هنا بن حاذة سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي. وصل هنا شعار بن سبت أيضا راشد بن محمد بن سبت الخيالي. وصلت عفو الله بعفوية بأداء بنجومية. اللي واصل من عمق الميدان وبدأ يتسلل هنا أيضا جابر بن دغيم بن مطلق الهاجري. وصل مع الجذابة، وصل شعار شطرنجي قادم بالرغم 69 ليكون متواجد في المعمعة، ليكون أيضا مع جميلة سلطان بن سعيد بن سالم الغيلاني. شوفوا الشباب اللي بيقرب، مين اللي بسويك، مين اللي بسويك في أغلى المهرجانات. هنا مهرجان، هنا أداء، هنا التقاء لهذه الريادة العربية الأصيلة التي تقدم كل عام بجديد، وكل عام تعتلي إلى الأعلى. هنا بالدعم الكبير نعود للشوط، نعود للأداء، وهناك الوصول ما شاء الله. شوفوا اللي غادت الشوط، شوفوا جميلة بجمالها بأداها سلطان بن سعيد بن سالم الغيلاني. قدم جميلة، وصلت عفو لأحمد بن راشد بن سبت الخيالي. تقدم تقدم من الجانب الدوني من عمق الميدان. أعطوني اللي واصلة، اللي واصلة توها، اللي قدمت وصلت. خلف بن سهيل بن براك المزروعي مع الواصلة، وكان في المعمعة من البداية ليعود الكرة مرة أخرى. شوفوا الوصلة الأخرى، شوفوا قدومها، شوفوا انتقالها جميلة. سالمين بن عبيد العامري وصل بالفعل، يتقدم ينطلق. الله على الشوط، الله على الأداء. شوفوا وصل، وصل راح هناك ممثل السلطنة بدأ يتقدم، ولكن شوفوا اللي بجوارها بالرقم 83 بدأت توصل نصايح لعلي بن فرج بن حمد بن دلموك. وصل بن دلموك، وصل وشعار حمد، وصل الوهيبي بدأ يتقدم. انطلقا انطلقا، وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ وين يا شباب؟ وصلنا 800. وخلونا نذكركم، الله شوف اللي اعطوني الثانية. كم النمبر 2، كم النمبر 2 يا الهواري. اسماعيل سيلة الدحبة السعودي بن سعيد بن حمرور العامري، يا الدحبة يا الدحبة. واعطوني الثالثة، تحذير، اعلن التحذير لسعيد بن سالم الحمادي الجحافي. وصل بقوة. اعطوني الثلاثة، اللي بيه هنا السويك محتار. وتحذير من عمق الميدان، تحذير يا تحذير يا تحذير يا سعيد يا بن سالم يا الجحافي. الله يا الجحافي، انطلق من عمق الميدان، يأتي من بعيد، يأتي محاولة أخرى يقودها مشاهدينا. هناك تقود عسيلة الدحبة بن سعيد بن حمرور، ولكن الجحافي، الجحافي بن حمرور بن حمرور. السلطنة ولا العين، السلطنة ولا العين، السلطنة. سلام للجحافي، سلام يا الجحافي. انطلقت كما ذكرنا تحذير لسعيد بن سالم الحمادي الجحافي. المركز الثاني وصلت كما بدورها، انطلقت بالرقم 20 مشاهدينا للدحبة بن سعيد بن حمرور العامري عسيلة. والمركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا التي وصلت ايضا بدور المركز الثالث كما طلعناها مشاهدينا، نصايح لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموج. والمركز الرابع،
المركز الرابع كانت وصولها عنيدة لعلي بن سالم بن خلفان النيادي، والمركز الخامس مركز الخامس كان وصلت الأخرى وتدلل ودخلت بقوة مشاهدينا من خط النهاية كما تابعناها متابعة شيقة حتى خط النهاية. نعود إلى التوقيت الزمني الآن أمامكم 9:19 من الثانية، هي تحذير مشاهدينا، تحذير تهانينا كما ذكرنا لسعيد بن سالم الحميد الجحافي، سلام للسلطنة المركز الثاني التي بجواره قدمت أداء 19:9 تهانينا أيضا لعسيلة الدحبة بن سعيد بن حمرون العامري قدمت أداء تشكر عليه، والمركز الثالث في هذا الأداء 29:3 كانت وصلت الأخرى أيضا بقوة تقدمت نصايح لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن تلموش والناموس لكل الفائزين.